طرف قطاع السياحه ومن طرف الجزائر وحتى الحس المدني، يعني نشوفوا بانه فيه شراكه من اجل انجاح هذه الامتحانات، يعني بالرغم من انه الظرف يعني صعب يعيشه العالم وليس البلاد فقط، الا انه فيه تكاثف للجهود. ماذا تقول؟ تفضل. السيدة الأستاذة الذين طبعا ألموا بي اليوم، أني يعني صراحة أشعر أنني لست وحدي في النهاية، لدي زملائي وشركائي، ويعني الحمد لله شيء مفرح جدا. إذا عشية طبعا امتحان شهادة التعليم المتوسط، كنت لقيت يعني مساعدة معتبرة من طرف طبعا الشراكة اللي كانت بين اتصالات الجزائر وكذلك غرفة الصناعة التقليدية، فكنت شكرتهم يعني صراحة، وكانوا وعدوني وراهم اليوم يعني في الموعد، وعدوني بأنهم سوف يقدمون لي عشية امتحان شهادة البكالوريا ب10,000 كمامة، فهي وصلت في الموعد، فشكرا جزيلا. ولا يفوتني كذلك تعرفوا بلي شهادة البكالوريا اليوم عندنا 5,760 مترشح، ولدينا 2,004 مؤطر، وأن هذا الامتحان سوف يدوم مدة 5 أيام. فهذه المساعدة أتت في وقتها يعني لكي نضيفها الى العدد الذي هو بحوزتنا المقدم من طرف الولايه. اذا نحن اليوم نشعر اننا في اريحيه، ممكن ان نغطي بفضل هذه المساعدات يعني كافه المترشحين والمؤطرين الذين سوف يكونون في الموعد يوم الاحد 13 سبتمبر 2020 في دوره 2020. وبالتالي لا يفوتني أن أشكر كل الفاعلين من اتصالات الجزائر، مديرية السياحة، غرفة الصناعة التقليدية، وكذلك المجتمع المدني. سيدتي مرحبا بك، وأشكركم جميعا جزيل الشكر، لأن اليوم صراحة أقولها من قلبي يعني لست بوحدي. قطاع التربية ليس يعني قطاع معزول أو حاجة، يعني نشوف أن كل المديريات يعني ألموا بقطاع التربية، دون أن ننسى الذين طبعا من قبل كانوا يساعدونا. من يعني انتهز هذه الفرصة لكي أشكر كذلك مدير شؤون قدم لنا عدد معتبر من الكمامات، ووعدنا كذلك بكمية أخرى، يعني شيء يفرح. دونك انتهز هذه الفرصة كذلك أن أتمنى النجاح والتوفيق لأبناء التلاميذ. شكرا جزيلا مرة أخرى، شيء جميل، وأتمنى كذلك يعني أن تقدم من المستقبل يعني مساعدة أخرى دائما تصب في يعني تمدرس تلامذتنا، خاصة وأننا نحن على موعد الدخول الاجتماعي، سوف نحتاجكم أيضا، نتمنى أن تكونوا في الموعد كذلك. شكرا جزيلا.